السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة صور عقارات في اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة دوبلكس بالروف، رابع عمارة من البحر في الشارع الرئيسي، بسعر الكاش أو التقسيط حتى 24 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ العرض. عندنا هنا مطبخ أمريكاني، وهنا معانا ريسبشن، نطلع نبص برضو هنا على رؤية البحر والشارع. ندخل مع بعض بس نشوف الغرف النوم. ده السلم الداخلي اللي هو بيطلعنا للدور الثاني للروف. وعندي هنا اول غرفة كبيرة ما شاء الله. مساحة الغرفة دي 3 متر في 3 متر ونص. على شمالنا هنا موجود الحمام، وعندي الغرفة التانية نفس مساحة الغرفة الأولى أو تكبر شوية، دي 3 متر في 4 متر. ونطلع للسلم للروف الطابق الثاني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندي الغرفة دي نفس مساحة الغرفة اللي تحت، 3 متر في 4 متر. البيع زي ما هي كده بالفرش والأجهزة. وعندي الغرفة التانية بيع برضو بالفرش. اطلالة الغرفة دي
بتشوف البحر برضو. وعندي هنا حمام تاني. ده برضو مطبخ تاني مجهز. عندي هنا لوك المية ده ريسبشن تاني. ونطلع بره البلكونة ورجال خشب. قاعدة جميلة في البلكونة الفرندة. البحر ممتازة جدا. مميز وممتاز ما شاء الله. ونتكلم مع تفاصيل الدوبلكسي بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده شقه دوبلكسي والروف، رابع عماره من البحر، قريبه من دار الدفاع الجوي في شارع رئيسي، مسجله بجمعيه 6 اكتوبر للقوات المسلحه، وكامله الاعدادات كهرباء وميه، وبنستلم اخر فواتير زي ما احنا عارفين كهرباء وميه بتاريخ اليوم. المساحه الاجماليه الدوبلكس عبارة عن 200 متر صافي، 100 متر تحت و100 متر فوق. بالنسبة لتحت عبارة عن غرفتين نوم وريسبشن ومطبخ أمريكاني وحمام وبلكونة، وفوق عندنا 2 نوم كمان وريسبشن ومطبخ أمريكاني وحمام بسلم داخلي بيطلعنا لفوق. البيع زي ما احنا شايفين بالفرش والأجهزة الكهربائية. السعر، سعر الدوبلكس عندنا 750,000 جنيه كاش و 790,000 جنيه تقسيط. بندفع مقدم النص تعاقد واستلام فوري، والباقي على 24 شهر، كل 3 شهور بندفع دفعة من مبلغ الباقي. العرض ما شاء الله مميز جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. الطابع عندنا السابع بالروف.
وكان مع حضرتكم من داخل مكان احمد باجت صاحب قناة سوق العقارات في اسكندريه شاطئ النخيل. نشوفكم ان شاء الله في شقه جديده وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندريه شاطئ النخيل. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معنا كمان في القناه ليصلكم كل جديد في عقارات اسكندريه شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك